اول فيديو قلت ان ايمن ولدي ابني ابني فعلا ان ترى ايمن صغير في السن اكثر من ابنه كمان. ما تقدرش تقول يا كلب يا واطي يعني. ولما انا باجي اقول يا ايمن يا كلب يا حقير احنا بننزل بتقبل امور عادي ما فيش اي مشاكل بالضبط بننزل وانا عادي كذا انا طبعي لما احب حد اقعد اشتم فيه على اساس هم ملايكه مثلا وحياتهم واو واحنا الاولاد كلب. هذا بيت ايمن حلو يهب احس بيته كذا كيوت يعني كنا بيت شو اسمه تشلاب. لما يطلعون الكرتون كان يطلعون لنا بيت الكلاب كذا فطول عمري احلم اني انا اساسا اسوي بيت زي كذا واسكن فيه.